السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم لطلبة الدراسات العليا في قسم العلوم كلية التربية الأساسية الجامعة المستنصرية حيكون بعدة أجزاء. الجزء الأول من الستريبتوكوكاس نيموني. طبعا تعتبر الستريبتوكوكاس نيموني عضو من مجموعة الستريبتوكوكس مايتس، وكشكل أساسي نقدر نميزها يعني المكورات الرئوية كصفة تشخيصية تحت المجهر لح تبدو بأنها يعني بكتيريا موجبة لصبغة جرام وعلى شكل دبلوكوكاي أي ثنائية كروية، وغالبا ما يكون شكلها لانسيت شيب أو تنتظم بشكل سلاسل. والصفة أيضا المهمة أنه تمتلك كبسولة ذات تركيب متعدد السكريات بولي سكرات. طبعا هذا اللي احنا نعتمد عليه كعامل ضراوة في التشخيص على مستوى التنميط، يسمح بالتنميط باستخدام specific anti serum يعني باستخدام المصل المضاد المتخصص للأنواع الكبسولة اللي قلنا تركيبها هو البولي سكرات، وكما يعني حنلاحظه بعد قليل. المكورات الرئوية عادة ما يعني تتحلل بواسطة السيرفيس أكتيف ايجنتس اللي هي تعمل على تثبيت مثبطات التحلل الذاتي للجدار الخلوي. تعتبر المكورات الرئوية كنبيت طبيعي تتواجد في القناة التنفسية العليا تقريبا 5-40% من البشر، ولكن هي ممكن تكون ممرضة وتسبب النيمونيا ذات الرئة، تسبب التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الأذن الوسطى، التهاب الشعاب الهوائية، تجرثوم الدم، السحايا، وهناك إصابات أخرى. بالنسبة إلى يعني شكلها النموذجي اللي يظهر تحت المجهر مثل ما ذكرنا قبل قليل هي جرام بوزيتيف، تكون مكورة ثنائية، وغالبا ما يعني يكون هذا المظهر بالنسبة للعينات اللي تكون بمزارع فتية، وعند عزلها من القشع أو من القيح ممكن تظهر على أنها مكورة مفردة أو يعني بشكل سلسلة. وبتقدم العمر مثل ما شرحنا عن الستاف أوريوس، بتقدم العمر لح تظهر على أنها يعني صبغة جرام نيجاتيف، هي ذكرنا بأن هي جرام بوزيتيف، ولكن بتقدم العمر يعني من تكون المزارع قديمة لح تبدو عند تصبيغها بصبغة جرام لح تكون جرام نيجاتيف. والصفة طبعا اللي الأخرى اللي هذه اللي قبل قليل ذكرناها أيضا ممكن أنه يكون تحللها ذاتي، تحللها تلقائي أو ذاتي. وعملية التحلل الذاتي ممكن يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل يعني زيد من العوامل اللي هي Surface Active Agents، و ممكن اظهار هاي يعني الصفة عند اضافة الاوكس بايل بتركيز 10% او الصوديوم دي اوكسي كوليت 2%
إلى المزروع السائل اللي طبعاً شنو اللي تم تنمية النيموكوكاي بداخله. أو على الأوساط الصلبة، يعني أما ممكن يكشف عن صفة التحلل اللي احتظهر للنيموكوكاي أما على الوسط الزرعي السائل أو الصلب. وهسه بعد قليل رح نشوف كيف ممكن إنه يكون الموضوع. أيضا يتم تثبيت النيموكوكاي باستخدام قرص الأوبتوتشين، طبعا بمعناته أنه هذه كصفة تشخيصية للستريبت نيموني. هنا أنا مثل ما نلاحظ وسط زرعي البلاد أغار تم تنمية بكتيريا ستريبتوكوكس نيموني، طبعا تم وضع قرص الأوبتوتشين، هذا حرف بي الأوبتوتشين، بعد فترة حضن حدود يعني 24 ساعة لح نلاحظ منطقة التثبيت واضحة حول القرص، حول القرص هنا أنا حسب الصورة وحسب ما مثبت كمعلومة إنه منطقة التثبيت 14 مليمتر، فهذا نقدر نعتبره كتأكيد كصفة تشخيصية للستريبت نيموني. أيضا هنا أنا كتفاعل يعني قاموا به تم إضافة الديوكسيكوليت اللي هو البايل سولوشن على يعني هذا النمو، وتركوه لمدة 20 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة، فلاحظوا يعني أنه كيف حثت يعني عملية التحلل للمستعمرات اللي موجودة هنا. فأيضا هذه نعتبرها كصفة تشخيصية. المزارع للنيموكوكاي عند زرعها لح تبدو على شكل مستعمرات دائرية صغيرة، وتبدو يعني في بادئ الأمر على شكل تأخذ القبة، وفيما بعد يعني لح يكون المركز يصير بي دبريجن، ويعني نقول الحوافية اللي حتكون على ارتفاع، وممكن يعني مستعمرات أخرى تظهر بشكل لماع بسبب امتلاكها لكبسولة اللي ذكرنا بأن هي تكون متعددة السكريات. عند تنميتها على البلاد أغار لح تبدو نوع التحلل من نوع الألفا، وطبعا يحتاج يعني توسيع النمو في ظروف حضن 5-10% من ثاني أكسيد الكربون. صفاتها الزرعية، معظم الطاقة اللي تستمدها لح يكون من خلال تخمرها لسكر الجلوكوز، ولكن بعد يعني فترة وجيزة والناتج عن تخمر سكر الجلوكوز لح ينتج حامض اللاكتيك. طبعا هذا حامض اللاكتيك لح يعتبر هو عامل محدد لنموها، فلهذا يعني عملية المعادلة اللي يصير للأوساط الزرعية السائلة باستخدام القلويات حتى يعني يساعد أو يحفز على نموه. التباين لعزلات المكورات الرئوية يعني موجود، وتنتج ممكن كميات كبيرة من الكبسولات اللي راح تظهر يعني مستعمرات على شكل مخاطية كبيرة. طبعا انتاجها للكبسولة ممكن بعد انه الزرع المتكرر اي باستخدام السب كلتشر راح تبدي تفقدها،
ويمكن استعادته، ممكن استعادته عندما يتم يعني حقنها في الفئران، استعادة النيمو كوكاي للكبسولة يتم عند حقنها في الفئران مرة أخرى. أما بالنسبة للمحددات المستضدية، التراكيب اللي هي أكيد موجودة كجدار خلوي متكون من البيبتيدو كلايكان والتيكويك أسيد، وهي مماثلة لأنواع الستريبتوكوكاي الأخرى. الكبسولة بتركيب متعدد السكريات تكون مرتبطة تساهميا بمكونات الجدار الخلوي. طبعا الكبسولة يعني اللي هي متعدد السكريات تقريبا يتم يعني على أساسها يعني كتنميط لها 91 تايبس، 91 تايبس. السي بوليسكرايت هي اللي حتكون موجودة في الجدار الخلوي للستريبتوكوكس نيموني، ومن خلالها يتم يعني التحري عن البكتيريا في العينات السريرية إذا كانت مأخوذة من الإدرار أو من السيربروسباينال فلويد. فحص أيضا جدا ضروري لعملية التنميط للنيموكوكاي اللي هو الكولينج رياكشن. هذا الفحص يتم من خلال خلط سبيسيفيك انتي بوليسكرايد سيرام. انتي أما هو سبيسيفيك يكون متخصص لنوع محدد للأنتيجين للكبسولة اللي تمتلكها نيموكوكاي، أو لا يكون بوليفالنت أنتي سيرام. والفحص عادة يتم إجراءه على السلايد. نتيجة الفحص لح تبدو أنه الكبسولة منتفخة و الكائنات يعني الستريبتوكوكس نيموني تبدأ بالتلازم من خلال التفاعل التصالبي مع الأجسام المضادة. هذا الفحص له أهمية من حيث أنه يعتبر كتشخيص سريع. واحد، اثنين، كتنميط قبل شوية قلنا هي تصل إلى 91، فممكن يكون كطريقة تنميط الأورغانيزم. أما أنه يكون بشكل مباشر من العينات السريرية مثلا من القشع أو من يعني بعد زراعته أي بالأوساط الزرعية. البوليفالنت أنتي سيرام لح يحتوي على الأجسام المضادة إلى all of the types لكل الأنواع، ويعتبر هذا يعني ك good reagent يعني فحص جيد وسريع بنفس الوقت، ولكن يعني بنفس الوقت يحتاج لخبرة ودقة بالعمل وتكون كلفته غالية. هذا الشكل هو اللي حيوضح الكولينج رياكشن بالنسبة للستريبتو نيموني. طبعا هذا يعني تحت المجهر بالظروف اللي احنا هسه ذكرناها، من يتم خلط مثلا الكمية قليلة من النمو مع طبعا نسويها كمعلق يعني ونضيف لها الانتي سيرة وتم إضافة الصبغة المثلين بلوسترين وراء عملية الحضن بدرجة حرارة الغرفة ولمدة ساعة. لح يبدو التفاعل تحت المجهر بأن الأورغانيزم يعني الأوتلند إلى بلون اللايت بلو، والبوزيتيف رياكشن أي التفاعل الموجب لح يبدو بشكل تكتل مثل ما ذكرنا قبل قليل بشكل تكتل
بسبب انه حيصير تفاعل تصالبي ما بين الانتيبوديز وما بين النيموكوكاي. اما بالنسبة للهالة اللي احتبدو هالة اللي احتبدو حول النيموكوكاي اللي هو يعني يعبر عن انتفاخ الكبسولة.